جميعكم تاخذون رقم التليفون استاذ حيدر باعتباره هو مدير المشروع اللي مقرر استاذ عبد الله. اي سؤال استفسار هم يخابروكم وانتم تخابرون، تتواصلون مع دايركت، لكم الصلاحيه في كل الحديث معهم وتزويدهم بالمعلومات. لا تبخلوا باي معلومه يحتاجونها، لان احنا احتمال يستحدث عندنا امور جديده كذا راح يتصلون بالقطاعات مباشره. يبقى عندنا الدوائر الاخرى اللي راح نعمل معاها اللي هي قطاعات الصحه والتعليم وايضا الماء والمجاري. راح نتواصل معاكم بهاي التفاصيل. وايضا احنا سيد مدير البلديه امام احد المخازن يخزن العدد اللي راح يجي. راح يصير كالاتي، بعد تسجيل العمال راح تجيك قائمه باسماء العمال على القطاع. راح يكون مشرف من المنظمه موجود يتعامل مع مسؤول القطاع على حضورهم وانصرافهم. وفي نفس الوقت راح يصير التنسيق من قبلكم على التوزيع، مو هم راح يوزعون. تستبدل كل قطاع ايش قد العدد اللي يحتاجوها وتضيف عليها موضوع الحاويات. احنا نرفع كل احتياجاتكم، اللي ضمن القانون اللي يسمع راح يتوجهون، اللي ما خارج راح يقول لك لا يخالف. مطلبنا الاساسي انه هو مدير القطاع او مدير قسم البلديه هو يعرف اي منطقه واي شارع يحتاج العامل هو ينزل، مو المنظمه تنزل. توجيه من السيد محافظ نينوى الفريق نجم عبد الله عبد، حقيقة كان هناك لدينا اجتماع مع منظمة الهجرة الدولية بخصوص تشغيل الأيادي العاملة والبالغ عددهم على مستوى محافظة نينوى بأقضيتها ونواحيها بحدود 36 ألف درجة. هذه الدرجات ستكون عاملة لمدة سنة، شهرين لكل وجبة من العمال. مركز مدينة الموصل ستكون البداية، الخطوة الأولى. اليوم كان لدينا اجتماع مع كل كوادر بلدية الموصل والدوائر الخدمية الأخرى. الهدف من هذا الاجتماع هو تسجيل عدد حاجة الدوائر للأيادي العاملة التي تعمل بمعدل شهرين وبراتب بحدود يومي 13 ألف دينار. الغاية من هذا التشغيل هو إعانة بعض العوائل الموجودة في مدينة الموصل والتي حقيقة العوائل التي تحتاج. هناك شروط لتشغيل الأيادي، على أن تكون ليس لديهم رواتب أخرى، معيل وحيد للعائلة، وأيضا يشمل هذا التعيين هو للسيدات والسادة في نفس الوقت الرجال والنساء. بدأنا اليوم بهذا الاجتماع وإن شاء الله سيكون خلال بداية العام المقبل المباشرة بالعمل، إضافة إلى تقديم هذه المنظمة العدد والاحتياجات اللازمة للعمال لأغراض وتشمل المراكز الصحية والمدارس وأيضا قواطع البلدية وقطاعات الأقسام التي تعمل في تنظيف المدينة. بإذن الله سيكون هناك عدالة ولجان تستقبل المتقدمين وفق آلية ستضعها المنظمة حصرا، وتكون لجنة من قبلهم وبإشراف من قبل محافظة نينوى لكل أهالينا في هذه المحافظة.